فاصل كنا نقدم لكم هدايا من الأطعمة الهاضمة، بس قبل ما أتكلم على الأطعمة الهاضمة أتكلم على أنواع اللحوم الضارة. يعني إيه لحوم ضارة؟ يعني في ناس بتاكل من اللحوم ما لا يؤكل، في لحوم ضارة يعني في ناس بتذبح ذبائح، في ناس بتحجز الكرشة، الفشة، الممبار، المصارين، مش عارف كل ده أكل لا يؤكل. وعندنا في نوع من الدهون العنيدة جدا زي الفوسفوليبيدز أو هاي دنسيتي بروتينز، الدهون اللي موجودة في الفشة والكرشة والكبدة والممبار والحاجات دي اسمها دهون عنيدة، بنسميها في الطب فيري هاي فيري لو دنسيتي بروتين. عندنا في كلمة في الطب بنحفظها اسمها العالي عالي والواطي واطي. الهاي دنس لاي بروتينز موجودة في الدهون البسيطة اللي موجودة في اللحمة العادية يعني. وفي دهون عنيدة جدا جدا، دهون عنيدة جدا جدا دي الواطية، الفيري لو دنس لاي بروتين دي موجودة في الكرشة والفشة والمبرة. تعمل ايه؟ بتيجي تسد الأوعية، بتسد أوعية القلب تعمل ذبحة، تسد أوعية المخ تعمل جلطة، تسد أوعية الأمعاء تعمل سوء هضم فظيع، تسد أوعية الكلى تعمل فشل كلوي. الحقيقه انه في ناس كتير لما بنعمل تحليل الدهون بنلاقي الدهون ضايعه خالص حتى لو هي رفيعه. ليه؟ لانها بتاكل اكل خاطئ ولحوم خاطئ. طب هل ده معاه سوسيس والبرجر والمش عارف ايه والممبار والفشة؟ لدرجه ان في ناس جابت السوسيس او الممبار او السجق او المصارين بتاع الحيوانات اللي مليانه لحمه او مليانه رز وجابتها وحطتها بتقليها في بعضها جاهز في المحلات، جابتها تقليها في صينية، يقول لك الممبار او السوسيس او البرجر تخين كده، لما تحطه وتسويه يرجع رفيع خالص خالص، وكل التخن ده كله بينزل في صورة ايه؟ دهون. الدهون دي خدوها ورموها في الحوض فتسد الحوض وتسدت المواسير كلها. بالله عليك اللي هيسد المواسير بتاعت الحوض هيسد الأوعية بتاعت القلب، هيسد أوعية الأمعاء، هيسد أوعية الكلى، هيسد أوعية المخ، هيعمل جلطات. واضح ولا مش واضح؟ يبقى مهم جدا احنا نبعد عن أنواع اللحوم الضارة. ولقد كان لكم في رسول الله صلوات حسنة، باكل حتة لحمة يعني بسيطة، موزة ملبسة، ريشة، أي لحمة بسيطة نظيفة، ولما أخد حتة لحمة صغيرة، ونبعد عن اللحوم الكبيرة. اللحوم الكبيرة في السن بتبقى ألياف، اغلب فايدتها بتطلع في الشوربه ويتبقى حته ليف. يعني انا عندي شوربه اللحمه افضل من اللحمه نفسها. ليه؟ لان فيها الامينو اسيد اللي انت عايزها كلها. اقول لك على حاجه جميله، لو انا جبت ماسوره عظمه وكسرتها وحطيتها في شوربه وسخنتها، العظمه دي احسن من كل اللحمه بتاعت الدنيا كلها. هل تصدق دي؟ يبقى الفقير يجد ما يتغذى عليه. لو ناس فقيره مش قادره تشتري لحمه وجابت ماسورة عظمة وكسرتها وحطتها في حلة شوربة وشوية فلفل اسود وكمون وشوية مش عارف ايه، وجابت عيش محمص صبت عليه الشوربة، اقسم بالله الشوربة دي افيد من كل انواع اللحم. يا رب يكون الكلام واضح. بعد كده نقول الاطعمة الهاضمة. انا عايز حاجة تهضم. طبعا في ناس عارفة ايه الهاضم، الرمان هاضم، الخرشوف هاضم، ساعات بنحط حتة خرشوف او سيخان خرشوف في شوربة هاضمة، البقدونس الخضرة لو حطيتها في شوربة خضار هاضمة. فدايما احنا بندور على الحاجات الهاضمة علشان لو في حاجة تقيلة تعمل. في بعض الناس بتعمل حاجة تانية، عارفين الزبادي؟ لو جاب الزبادي البلدي وفصين توم وضربهم في الخلاط وعمل يعني بنوع عليها سلطة زبادي وعليها بقدونس اخضر، دي بتبقى هاضمة جدا. نرجع تاني لتنشيط الكبد. يهمني ايه في تنشيط الكبد وانا بتكلم عن الهضم وكلام من ده؟ مين اللي بيدي العصارة الهاضمة الصفراوية اللي بتهدم دهون؟ الكبد. قالوا انه لو انا عندي بصلاية متوسطة، حتة خرشوف، خلاص، ورقة كرنب صغيرة، حاجة اسمها الشوربة الحارقة. الشوربة الحارقة دي وفيها خرشوف بتزود العصارة الهاضمة 4 مرات خلال ساعتين. بتزود العصارة الهاضمة 4 مرات خلال ساعتين، وبالتالي بتسرع بالايه؟ بالهضم. مع الحركة. اوعى تاكل اكل كتير وتقعد. اوعى تاكل اكله دسمه وتنام، لا تاكلوا طعاما تناموا عليه فتخسوا قلوبكم ويجيلك صلب شرايين. طيب يبقى ده لتنشيط الكبد، اتفقنا على الشوربه الحارقه للدهون واتفقنا. ويمكن ده لو جيت اتكلم على تقويه العظام، اقوي عظم ازاي؟ ما يعديش عليا يوم من غير 3 بلحات على كوبايه زبادي، 3 بلحات على كوبايه زبادي، هو ده.
في رمضان وفي غير رمضان كل يوم ثلاث بلحات وكوبايه زبادي للاطفال للكبار للنساء، ثلاث بلحات وكوبايه زبادي لعلاج الانيميا، ثلاث بلحات وكوبايه زبادي لعلاج ضعف العضلات، لعلاج الكساح، لعلاج سقوط الشعر، لعلاج ضعف عضله القلب. انت عايز كالسيوم وعايز هيموجلوبين، اقوى مصدر على وجه الارض للهيموجلوبين وللكالسيوم هو البلح. يبقى خدنا كده بلح ثلاث بلحات في كوبايه زبادي، خلاص. طيب انا عايز ادوب الدهون دلوقتي، في دهون ممكن ادوبها مع الاكل، سلطه زبادي، زبادي بالثوم، شوربه حارقه للدهون، كل ده. عايز تدوب دهون اكتر من كده، يبقى الثلاث حاجات اللي قلت عليهم، ان انا بربط حزام عريض على بطني طول النهار بفكه قبل ما انام، ان انا باكل طبق سلطه خضراء كبير خس وجرجير وبصل وجزر وبقدونس، حله خضار قبل الاكل، واربط حزام على بطني حزام عريض واتمشى كل يوم ساعه. اغلب الناس يقول لك ما اقدرش، مفاصلي رجلي. طبعا طول ما انت بتتشكى وطول ما انت عمال تقول مش هقدر ومش هقدر، يعني لو واحدة عندها 70-80 سنة اقول ماشي ده العظم فيه كذا، انما والله العظيم بيجي لي العيادة ناس عندها 30-40 سنة ما اقدرش. طب من دلوقتي يعني عندي 40 سنة اقول ما اقدرش؟ امال لما عندي 70 اعمل ايه؟ ولا انا هموت بدري بدري؟ ما ينفعش طول ما اقدرش هسحف على رجلي وايدي وامشي، اربط على بطني حزام، طبق سلطة خضراء كبيرة قبل الاكل. فزي ما بقول لكم مهم جدا انك تبقى عارف ان انت تاكل ايه وما تاكلش ايه. طب افرض ان انا سليم خالص عاوز اكل اكل صحي، اكل اكل صحي اتعلم ان يكون معاك سلطه زبادي اكل صحي، معايا سلطه خضراء خس وجرجير وجزر وبصل وبقدونس، معايا شويه شوربه، ما عندناش شوربه يبقى شويه حاجه سخنه ان شاء الله ينسون حلبه معاك مع الاكل، ها، ومعايا الخضار، خضار ناي في ناي، ها معايا، ولو في حته بروتين شكرا لله، مفيش حته بروتين مفيش مشاكل، يبقى كفايه عليا طبق نشويات رز او مكرونه او محشي، حتى طبق السلطه والزبادي الهاضم، ومعايا حاجه جميله، ومع ده ساعي تتمشى، تتمشى راجل او ست. ودايما اقول الحركه بركه، الحركه لهضم الطعام، الحركه لقوه القلب، الحركه لعلاج المفاصل، الحركه للسعاده، والله العظيم الحركه للسعاده. اوعى تتخذ قرار انك ما تخرجش. انا اعرف ناس عندها 96 سنه بتتحرك. هقول لك على سر، مهاتير محمد اللي اتعين او اترشح رئيس وزراء، رئيس وزراء ايه؟ ماليزيا. سنه كام سنة؟ 94 سنة. سنه 94 سنة، 94 سنة وبيترشح عشان يمسك حكم ماليزيا، 94 سنة. لما بيجي له عنده 64 سنة وقلبي وكبدي وفشيتي وشعره، انت بتستعد للموت؟ حرام عليك، احنا مش في زمن الستينات، احنا زماننا ده زمن التسعينات. امال الادوية والاختراعات والبتاع عشان انت تموت كده؟ فده مهم جدا جدا. واتمنى من الله ان انا اكون قدمت لكم انواع اللحوم الضاره اللي نبعد عنها والاطعمه